يعني اجتماع مهم للفيدرالي، لأنه إذا قام برفع سعر الفائدة ب 25 نقطة أساس وتوصل لأعلى مستوياتها من عام 2007 بهي الطريقة، بتكون عند ال 5.25%. أعتقد سوف تكون آخر حركة يقوم بها الفيدرالي الأمريكي قبل أن يثبت أسعار الفائدة عند هذه المستويات، لأنه العملية نحن عندنا ارتفاع كبير بتكلفة الاقتراض، بتكلفة التمويل، بتكلفة الائتمان بهذه الطريقة، وبالتالي ذلك يضغط بشكل كبير على نمو الاقتصاد الأمريكي، وسوف يؤثر بلا شك على الفترة المستقبلية. فإذا كان هناك مستهدف لمجابهة التضخم، خلينا نقول فمجابهة التضخم ممكن أنه تتم عند أسعار الفائدة بعد الرفعة القادمة ب 25 نقطة أساس واستقرارها عدة أشهر، بتوصل عنا أسعار أو مستويات التضخم نحو المستهدفات أو حتى قريبة من المستهدفات دون أن يكون هناك حاجة لمزيد من الرفعات. أعتقد هذا هو التصرف الأسلم الذي قد يتجه إليه الفيدرال الأمريكي، لأنه دون التنويه عن إمكانية إيقاف رفع سعر الفائدة، أعتقد سوف يؤثر ذلك بشكل كبير على أداء الأسواق، وأيضا على زيادة الاحتراز من القطاع المصرفي اللي هو بدأ يقلل بشكل كبير من عملية التوسع في الائتمان نظرا لمخاوف الإفلاس ونظرا نعم. للاهتزازات التي أصابت هذا القطاع مؤخرا. رائد، دعني أنتقل إلى موضوع آخر يقلق الأسواق، هو موضوع سقف الدين. هل برأيك ممكن أن نصل إلى احتمالية تعثر الولايات المتحدة عن سداد ديونها؟ هذا سيناريو دائما كنا شفناه عدة مرات، موضوع سقف الدين، ودائما يتم التوصل إلى اتفاق في اللحظات الأخيرة. هل الوضع مختلف هذه المرة؟ يعني لا أعتقد سيتغير الوضع، سوف تستمر العملية بنفس الطريقة وبنفس المنوال دون أن يكون هناك اتفاق جوهري لتحريك إما سقف الدين بشكل كامل أو أن يكون في عنا يعني اتفاق جديد يسمح بمرونة سقف الدين وفق الميزانية. أعتقد جانيت يالين صرحت أنه موعد الأول من يونيو هو موعد استحقاق أو الوصول إلى مستويات سقف الدين وفق يعني فاتورة الإيرادات الضريبية التي تصل أعتقد في الولايات المتحدة الأمريكية. أعتقد أنه مشكلة الدين راح نظل في عندنا مفاوضات، راح يظل في عندنا تمديد، لأنه وفق الوضع الراهن الذي يعني يقف عليه الاقتصاد الأمريكي، لا أعتقد هناك مجال لوجود اتفاقات جديدة، خصوصا يعني فيما يؤثر على الانتخابات الرئاسية القادمة. بالتالي الموضوع شائك كان سابقا وسيستمر، ولكن عملية التمديد المؤقت والرفع الدين سقف الدين المؤقت أعتقد هي حتى الآن التي تثبت أنه مستمرة بالتحقق في الفترة الماضية، فسوف تستمر في الفترة القادمة، ولن يكون هناك إلا تأخير نوعا ما في عملية رفع سقف الدين، وهذا يعني الأوكرد مومنت أو التي يمر فيها الاقتصاد الأمريكي في مثل هذه الحالة حتى يتم التوصل إلى الاتفاق. أعتقد يعني موضوع مهم جدا، ولكن التوسع في الدين العام هو أمر مضر بشكل كبير جدا للاقتصاد الأمريكي على المدى الطويل. رائد، دعني أنتقل إلى اليورو، أيضا اجتماع مهم للبنك المركزي الأوروبي. عندنا أرقام تضخم صادرة اليوم لمنطقة اليورو عم تظهر أول نمو في 6 أشهر، هل هي جوهرية لتعدل من قرار البنك المركزي برأيك هذا الأسبوع؟ يعني نكهة البيانات التي صدرت اليوم من منطقة اليورو للتضخم نكهة يعني مخيبة للأمل، لأنه نحن عم يكون في عندنا التضخم يرتفع في ظل أسعار الفائدة الحالية. لن يغير ذلك من نوايا المركز الأوروبي الذي يتمتع بأسعار فائدة قابلة للرفع، خلينا نقول، أو مستويات أسعار الفائدة الحالية مع ابتعاد شبح أزمة الطاقة عن منطقة اليورو وقلة التأثير نوعا ما، ذلك يؤثر على
على أنه المركز الأوروبي ممكن يكون قادر على رفع أسعار الفائدة بطريقة أكثر تشددية بالفترة القادمة لمجابهة التضخم المرتفع، يعني أنه نوصل لمستويات التضخم المرتفع عند 7%. أعتقد ذلك أمر منهك للاقتصاد الأوروبي في الآونة الأخيرة، والمركز الأوروبي كان نوعا ما يعني ليس بالشدة المطلوبة في سياسته النقدية، وبالتالي المجال مفتوح. مضبوط، رفع سعر الفائدة بخمسين نقطة أساس في اجتماع الأخير، لكن أعتقد الاقتصاد الأوروبي يحتاج مستويات سعر فائدة أعلى من 3.25% في الفترة القادمة حتى يكون هناك تجاوب في مستويات التضخم وانخفاض إلى مستويات أدنى على الأقل نحو مستويات 5%. وهذا سوف نسمعه على لسان المركز الأوروبي في اجتماعه القادم، أنه هو سوف يقوم بمزيد من التشديد في الفترة القادمة، ممكن يستفيد بنفس الوقت من توقف عملية تجديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية. يعني منشوف بنوك تانية مثل بنك الأسترالي كمان رفع أسعار الفائدة على غير المتوقع. التشدد في السياسة النقدية أصبح ضرورة وإن كان على حساب النمو الاقتصادي، لحتى يكون في عنا كبح جماح التضخم المرتفع في الفترة القادمة، خصوصا لتهيئة الوضع لفترة الريسيشن، أن يكون في أدوات نقدية يمكن أن يتدخل بها البنوك المركزية لمكافحة الركود عندما يحدث في الجزء الأخير من الدورة الاقتصاد.